وما نخرجوا من الدار حتى نديروا الكمامه. جيت نفكرك باللي كان وخصايل زمان. ايوا يا اهلي وحبابي، مشيت للمقابر نزور المراحيم اللي من نهار خطاونا مشات معاهم صله الرحيم. كانت فكريا من الجدود كيضرني خاطري وكيطيح عليا الضيم على الدار اللي كانت زاويه يتجمعوا فيها الحباب ويتطعم فيها اليتيم. ايام كانت شمل مجموع وكانت البركه في الرزق والاجر عند الله عظيم. ايوا غير تفرقات الجنازه بان اللي في قلبه شي كره قديم، واللي ما بيه لاش من لا عائله وبالو غير مع الذهب والقصيم. اما اللي عرف باللي ورثه مهلو حبابه هذاك هو الرابح والحكيم. اودي الناس جفرات وفهاد الجيل بانت العلامه، ياك غير البارح كنا خايفين وما نخرجوا من الدار حتى نديروا الكمامه. كنا كنتمنوا غير جلسه مع الحباب وكنطلبوا الله تدوز هاد الغمامه باش نصلوا الرحيم ونجمعوا اللامه. ايوا غير فاتت الشده اللي قلتي ليه نجي نزورك يقول لك اشهد الزعامه. حقا كله وهمه، الناس مشغوله وخدامه، داكشي علاش اللي وصلك وصلوا ما تكثر عليه ملامه. وكيف قالوا سيادنا الاولين اللي زارك قول له مرحبا واللي غاب قول له بسلامه.